the Isle of People. And as we all know, how Sayyidah Zainab, she is famous with hijab, and she was struggled at that time to survive these difficult days with all the family that is being captured with her and her trust. I had some words and some sentences in Arabic language, the Iraqi dialogue, regarding that time. Really apologize for not having it in another language. I would really appreciate if you guys just listen to it, and I hope that what I feel and what all we feel can get together and we get to know each other a lot from Hussein Ali Salah. ذكرى مشاعت سلم علي ذكرى مشاعت سلم علي سني جمدون صحيح هاي تستعش من الظلمة وتنيس وديش تخضر وجريح يتجمع وتبريس تقعد دمعة على وكالوكا تهيس يقلها ما دصلت شيت ربعي يقلها ما دصلت شيت ربعي يا حي نجوحنا ومحيط ترى والخرايب ناس تسير بها والخرايب ناس تسير بها والعيون تجمع واحنا بلا حجاب وانا كل عين سهام ترميني وعليك العالم سهل ترميني أشيع النبي يستر الظلام ليش حتى لا تضرعنا عيون الحرام وذيك النار ناويك العرام هنا يا هاشم وتلون ناسيني هنا يا هاشم وتلون ناسيني اثنين وثمانين شكل سوى والجابع قص الحبيب قدم دوى ذبنا الشمس مسموم من هواء ونشمع الدروب يطمئن ومش معاك الدموع يطمئن حسين احنا من صغرنا بيت وحيد بالحكي حتى ويهنا اسبحيه سمعة هلكوه فصاتي وصالحيه
Thank you.